السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الباحثين وطلبة الدراسات العليا، نستمر ضمن سلسلتنا اللي نتناول بيها برنامج الهيك ريزرفوار سيموليشن. تناولنا بالمحاضرات السابقة كيفية التنصيب وعمل اللي احنا مثل ما يعني شرحنا سابقا انه البرنامج يتضمن 3 موديلات اللي هي الووتر شيد سيت اب، الريزرفوار نتوركر، والسيموليشن موديل. 3 موديلات واشتغلنا ضمن الووتر شيد سيت اب وتعلمنا شلون نسوي الكونفيجريشن وكل الامور. بعدين انتقلنا للريزرفوار نتوركر موديل وبيه 2 اليمنت اللي هنا الفيزيكال والاوبريشن، وكذلك تناولناهم بشكل تفصيلي. بقى الموديل الثالث اللي هو السيموليشن موديل، وتقريبا احنا تناولنا كل هاي الامور بالمحاضرات السابقه. لحد الان هاي يمكن المحاضره رقم 17 او 18 بالبرنامج. بقى موضوع السيموليشن اللي هو احنا نسميه الرن للديتا. بالمناسبه اذا انت مثلا ضمن الريزرفوار نتورك، اذا انت كان عملك او شغلك يتضمن الترناتيف، يعني انت تريد تشتغل بالبرنامج اوبتمايزيشن، فتروح تضيف البدائل الاخرى عادي تلقائيا، تضيف كم بديل عندك ويسوي لك ايضا يشتغل لك اوبتمايزيشن. فهسه ننتقل احنا للريزرفوار سيموليشن او السيموليشن موديل. بالسيموليشن موديل نعطيك فقط الاشياء الرئيسيه اللي ينفذ لك اياهم بالاول. هسه شنو نسوي احنا لازم حتى نسوي سيموليشن؟ هنا من تقرا النتوركر يقول لك نون، ما عندك انت مسوي اي سيموليشن لحد الان. اذا تقرا على الجانب هنا عندك سيموليشن كنترول. السيموليشن يتضمن 3، الستارت سيموليشن والاند سيموليشن واللوك باك ديتا، يعني كلش قد تنقفل البيانات وعيد. والمناسبة أهم خطوة بهذا الموضوع هسه شو نسوي؟ أول شيء تروح على سيموليشن تقول له نيو، ينطيك هذا الاسم هنا مثلا تقول له run one، هاي أول run. description تقدر تضيفه أنت، start data. هسه أنا مثلا راح أبدأ بياناتي راح أبدأ من 91، فأضغط هنا أروح أحدد إنه أنا عندي من 91. من 91 رد اختبر البرنامج والنتائج الريزلت مالته من شهر 1 يوم 1 من شهر جانوري، تمام؟ اقول له اوكي. فهنا اعطاك يوم 1 جانوري 1991. اللوك اب اللوك باك ديتا، لمن يرجع بالبيانات بالديتا. اهم فقره تنتبه لها انه لازم الستار ديتا تكون اما تبدي نفس اللوك باك ديتا او تبدي وراها. يعني مثلا ما يصير انطي مثلا اللوك باك ديتا بال92 وهذا بالش بال91، لا. يعني لاحظ هسه لو انا انطيت هذا مثلا لا على التعيين هسه انا انطيته 93 او 92، المهم اي سنه اقل من السنه الفاته، يعني اللي هي اللي بلشنا بيها ستار ديتا. هسه مو احنا بلشنا فوق 91 راح احط هذا 92، تمام؟ اقول له يعني انت هسه نو بروبلم هالشكل. قلت له لاحظ ما يقبل، ايش يقول لك هاي الاشاره؟ السيموليشن ستار داتا ماست بي افتر، يجب ان تكون بعد اللوك باك ديتا. فشو تسوي هنايا؟ اما تخلي هاي اللوك باك ديتا تبلش مع نفس الستار داتا او شنو؟ او قبلها، يعني تلقائيا تروح اما تخليها تبلش بنفسها. يعني شنو الغرض من عندها؟ البرنامج حتى يشتغل يحتاج يسمونها ورنينج ديتا، فترة الإحماء. هاي فترة الإحماء شنو الغرض من عندها؟ حتى يحاول البرنامج بها يتجنب الأخطاء. فاحنا شنو نعطي؟ نعطي سنة ياخذ أو سنتين، مثل ما تناولنا مسبقا ببرنامج السوات. السوات كنا من عندنا بيانات نعطي، يطلب من عندك أثناء التنفيذ الران يقول لك انطيني فترة إحماء. فترة الإحماء هاي تكون مقدارها من سنة إلى 3 سنوات، وإذا تريد أكثر أزيو لايك، بس هو حتى ينطيك إكيورنسي عالي من سنة إلى 3 سنوات. كذلك البرنامج هنا، فإذا أنت متأكد من دقة البيانات هسه أنا أقدر مثلا لوك أب تيبل انطيته مثلا فبروري من جانوري، أوكي هذا بال 91. هنا راح أخليه يبلش من 92، تمام؟ من 92 جانوري أقول له أوكي. الآن دينتا لحد من؟ أنا راح أختبر لحد 2005. فهسه من أثبت دقة البرنامج حتى أنا أقدر أشتغل به أي داتا جديدة. هسه حد من أني بال 2005 انتقل إلى ديسمبر أنطي يوم 31 أقول له أوكي. هسه تلقائيا هذا هنا أسويهم زيرو تايم زيرو أقول له أوكي. There must be
last one alternative select the simulation. اريد alternative واحد، لازم انت تسوي له alternative. اقول له اوكي. هسه شنو نسوي؟ نرجع للالترناتيف، نعطيه الترناتيف واحد. منين نعطيه؟ من هنايه من الريزرفوار نتورك، نعطيه الترناتيف، نقول له اديت، او تقدر تضيفه الى من البدايه اصلا من الووتر شيد سيت اب، هم نو بروبلم، يعني من هنا تقدر تضيف له. المهم يريد من عندك بديل واحد، لان هذا البرنامج اصلا بالاصل يشتغل مو فقط ينتج شيء معين هايدرو باور او غيره، لا يشتغل اوبتمايزيشن. فتقدر من البداية تضيف له الترناتيف من هنا، هذا الخيار من هنا تقدر تضيف له خيار الترناتيف، ضيف لأي اوبشن انت تريده بديل ضمن الريزرفوار. بعدين تنتقل للريزرفوار نتوركر، اثناء النقل للريزرفوار نتوركر نقدر احنا نسوي الديتا او البيانات. هنا عندنا الترناتيف، فتقول له اديت عدل، يقول لك انه اني عندك اكزيت الالترناتيف لازم تضيفه بهذه الاوبشنات وبهذه البيانات، تمام، ضمن الاستدي ضمن غيره. فهذه هي البيانات. فتقدر عن هذه الطريقه بعد ما تكمل الالترناتيف خاص بك تروح تسوي السيموليشن، تمام. السيموليشن راح يعطيك هنا، يعطيك النتائج مالته. اي تعديل ثاني تقول له رن للديتا ينطيك اياه كومبليت. اتمنى تكون هذه المحاضره واضحه والمناسبه تقدر تسوي فيو. هسه ان شاء الله راح ناخذها على المحاضره الجايه، ان شلون اني اقدر اسوي لست. بالمناسبه اذا تبه عندك اوبن، يعني تقدر تسوي انت اكثر من سيموليشن، لان هو به خيارات او بدائل. اذا عندكم سؤال او استفسار ضمن هذه المحاضره تقدرون تراسلونا على القناه، ان شاء الله نجاوبكم. نلتقي بكم بالمحاضرات القادمه بشكل تفصيلي. هذه المحاضره هي عباره عن بدائيه عن السيموليشن موديل. نلتقي بكم ان شاء الله بالمحاضرات القادمه. دمتم بامان الله وحفظه.